وللحديث أكثر ينضم معنا عبر الهاتف المحلل السياسي الأستاذ مبارك العاتي. بداية أرحب بك سيد مبارك. أهلا بكم السادة المشاهدين والمشاهدات. أستاذ مبارك، طالعنا في ثنايا بيان وزارة الخارجية السعودية خطاب متعقل يدعو الشعب الفلسطيني والطرف الإسرائيلي إلى المفاوضات للوصول إلى حل في صالح الطرفين، وأن القوة لم تكن في صالح أي طرف منذ بداية هذه الأزمة. كيف تقرأ هذا البيان؟ دون أدنى شك يعني يتضح الموقف السعودي الثابت والدائم الداعم للقضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى اليوم. الموقف السعودي لم يتغير ولم يتزحزح، وسيظل داعما للقضية الفلسطينية بكل متطلباتها، وسترتضي المملكة ما يرتضيه الشعب الفلسطيني نفسه. لفت الانتباه حقيقة في هذا البيان خطوات تقدمية جدا ومتطورة في موقف المملكة العربية السعودية من خلال استمرار تأييدها لكل المبادرات التي من شأنها أن تحقق السلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولعل تأييدها حقيقة خطوات الرئيس الأمريكي وكل الخطوات التي من شأنها أن تحقق السلام وأن تبدأ مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين موقف متوقع جدا من المملكة العربية السعودية. والمملكة تتمتع بعلاقات عميقة مع الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، وطوعت هذه العلاقة لصالح القضية الأولى، القضية الفلسطينية. يلاحظ حقيقة من البيان استمرار تمسك المملكة بالحقوق الفلسطينية مع انفتاحها على المبادرات التي من شأنها أن تحدث تعديلا في موازين القوى في بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وربما تفتح آفاقا جديدة يجد فيها الشعب الفلسطيني فرصا أخرى ليطور من فرصه التي تكاد تكون منعدمة حاليا. لذلك بالفعل الموقف السعودي موقف متقدم جدا، هدفه الإصرار على دعم الحق الفلسطيني وعدم تفريط الحقوق الفلسطينية مع دعم كل المبادرات التي من شأنها أن تسرع في نيل الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة. نعم أستاذ مبارك، هناك الكثير من يصطاد في الماء العكر لإثارة هذه الأزمة والاستفادة منها في مواقف سياسية معينة. اتصال خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الفلسطيني وتأكيده على دعم القيادة والشعب الفلسطيني واستمرار المملكة في تحفيز الموقف الفلسطيني على جميع الأصعدة الدولية، كيف يرد هذا الموقف على هذه الفئة؟ في اعتقادي وهذا ما أجزم به يعني أن الموقف السعودي من أوضح المواقف وأنصعها دعما للقضية الفلسطينية، ولعل مسارعة سيد خادم الحرمين الشريفين للاتصال بأخيه فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن لا يؤكد حقيقة استمرار الضمانة السعودية للشعب الفلسطيني الشقيق، وأننا وقفنا وسنقف معهم بكل خياراتهم وكل خيارات الاستراتيجية التي سترتضيها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مع تأكيد المملكة أيضا أننا ونحن نقف معكم أيضا، نأمل بالفعل ألا تفوت الفرص التي ربما يستفيد منها الشعب الفلسطيني. وبكل تأكيد اليوم نحن نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي الدولة الأقوى على مستوى العالم، بكل تأكيد أن نكسبها لصالح قضيتنا خيرا من أن نخسرها وأن ترتمي فيها مع الموقف الإسرائيلي. بكل تأكيد نحن مطالبون بالمواقف المتعقلة التي تقودها دائما المملكة العربية السعودية والتي تصب لصالح الشعب الفلسطيني بكل تأكيد، وهو الذي يعاني وهو الذي وقعت عليه الأزمة، ولا يزال حقيقة يدفع الدم ويدفع المعاناة جراء استمرار الممارسات الإسرائيلية، وأن الشعارات الجوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع، والقضية أمضت عقودا من الزمن دون أي حلحلة في الأزمة. لذلك لابد من مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني بشكل واقعي وبشكل يضمن له أيضا أن يحيا حياة كريمة كبقية شعوب المنطقة. نعم أستاذ مبارك، حينما تقدر المملكة ممثلة في وزارة الخارجية في بيانها الصادر آنفا موقف الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي تحديدا، وتدعو أيضا إلى مفاوضات يدلي كل طرف من الأطراف بما في جوفه من تحفظات، برأيك كيف ترى نتيجة هذه أو هذا الموقف؟
بدون أدنى شك نحن ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بتحقيق السلم والأمن الدوليين، ودون أدنى شك أنها معنية بتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي المنطقة الأهم وتعتبر قلب العالم. ونحن نعلم العلاقات الاستراتيجية بينه وبين إسرائيل، وعلاقات مميزة أيضا مع العالم العربي. لذلك من الطبيعي أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الوسيط المفاوض والضامن بكل تأكيد لصالح حل القضية الفلسطينية، لكن مع مراعاة عدم التفريط في الحقوق الفلسطينية التي سالت لأجلها الدماء واستشهد من استشهد في سبيلها. لذلك في رأيي اليوم أننا نحن على أعتاب مرحلة جديدة، على أعتاب مرحلة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويجب بالفعل أن نتصدى لمصالحنا وأن نكون منفتحين على كل الحلول التي من شأنها أن تضمن الحق العربي وعدم التفريط في الفرص التي ربما يولد فيها انفراجات جديدة للقضية الفلسطينية. الأستاذ مبارك العاتي الكاتب السياسي من الرياض، شكرا لك.